يوم الاربعاء ده كان واحد تعبان خالص جدا، خايف على مجموعة وخايف من الدنيا دي كلها. فجيت بعد الظهر انا قاعد كنت يعني على السرير، كنت ماسك المصحف، كنت ماسك التليفون يعني عشان قالوا لي يعني لازم تعبد ربك في الوقت ده، ربنا يكرمك ان شاء الله. فكنت في الوقت ده مستني، دخلت على موقع بوابة الازهر، خدمات الازهر الشريف، ما فيش كانت اي حاجه ولا نتيجه السنه الازهر ولا حاجه. بعد كده استاذي الاستاذ عمرو عبد الله ربنا يبارك فيه يعني اتصل بي وقال لي يا محمد يعني ليه انت ما ظهرتش؟ قلت له حضرتك، قلت له والله انا قاعد على الموقع. قال لي خليك على الموقع. بعد كده دخل، بعد كده بعد فتره قال لي ايه الحكايه، ليه ما ظهرتش نتيجتك؟ قلت له انا لحد دلوقتي ما ظهرتش حاجه. راح قال لي لا خلاص انا عندي رابط وحقول لك عليها. فدخل على الرابط وقال لي اديني رقم التليفون ملكوا له. وبعد كده قال لي 643. قلت انا فكر استاذ بعد اذنك يعني انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ قلت له طب مين اسمه؟ قال لي احمد حسان. قلت له حامد؟ قال لي حامد. هو بياكد لي يعني. قلت له طب رقم الجنوس؟ قال لي 124,900. قلت له الحمد لله. فمش كنت مصدق خالص، قعدت ساعه كامله. ايه عملت اول ما قال لك النتيجه؟ سلمت شكرا لله. انا صغير بعد ما طلعت ومسكت التليفون يعني وعرفت، انا كنت دائما اتابع الخروج في الوقت، مسكت دائما اتابعها واسمع ازاي هو بيجي الشيخ الازهر، تسمع دائما كلمات شيخ الازهر دائما. بعد كده في الثانوي حلمت يعني حبيت اني اطلع الاول على الجمهوريه عشان اكلم الشيخ الازهر. الحمد لله انا جاني في الثانيه الثانوي اني كلمت الشيخ الازهر وقال لي شد حيلك وانا هكلمك ان شاء الله. بس انا كنت لسه يعني قال لي شوف، وطلعت من امتحان الانجليزي قبلت يده ولبست وطلعت امتحان الانجليزي. بعد كده رجعت تفاجات ان الله سبحانه وتعالى قبض روحي. كانت قبل ما امشي بالضبط قلت لها ادعي لي، فدعت لي بدعاء جميل جدا، قلت ربنا ينجحك ويوفقك. وسبحان الله يعني دعائها استجاب، يعني استجاب الله سبحانه وتعالى والحمد لله بفضل الله يعني ربنا كرمني بهذا النجاح. الجاب ما احبش الهزار يعني. نعم. فكنت دائما اشد على نفسي، يعني كان اول ما ممكن يعني اعاقب نفسي اعمل حاجات دي، دائما اسلوب العقاب مع نفسي كان بيخليني اطلع واتفوق. قبل كده عاقبت نفسي بعد ما جبت درجه مش كويسه في درس الانجليزي، بعد كده الامتحان اللي بعده قفلت امتحان الانجليزي. فبفضل الله يعني هي دائما العقاب. فتره الامتحانات لما توفت يعني جدتي لم تؤثر، مقام قائمه المهام اليوميه كنت اعملهم 10 كده، كنت على حسب يعني القائمه كنت استخدمها لما اكون مرتبك او حاجه كده، كنت ارتب اموري وان شاء الله يعني. هو اعجبني في المؤتمر الاستاذ الدكتور محمد الضويني قال كلمه حلوه يعني، قال ان الطالب بتاع الازهر قسم علمي بيدرس العلوم الشرعيه والعلوم العربيه، بيدرس شعبه علميه علوم وشعبه علميه رياضه، يعني هو بيجمع بين الشعبه العلميه رياضه والشعبه العلميه علوم، وكمان بياخذ علم شرعي وعلم عربي.